شابيتر نتاع الكلوب تجاني. خلينا نحكيو اول نهار خممت فيه تمشي تكور تعمل فيه تيست مثلا في باري اف سي، انت بديت اول نهار خممت فيه تمشي تولي كوارجي كيفاش؟ شوف ما تنجمش معناتها تخمم باش تولي كوارجي، ديجا هي من الاول كانت معناتها باسيون، معناتها حاجه اللي واحد يحبها، فهمتني؟ كنت نكورو في الشارع من الصغير في مخك باش تولي كوارجي؟ لا لا مش باش نولي كوارجي، ما تنجمش تخمم معناتها. اما من بعد كي بدات تبدا سيريو معناتها نقولوا الحكايه مع 14 15 كي يوليو جمعيات يجيو يكلموك تولي اوكي تخمم تقول اوكي تو النجم. اما واحد ريت حتى ال 13 14 15 لازم واحد يحب الكوره ويكور باش يشيخ، فهمتني؟ ما نجمش واحد يدي يركز يقول لك 23 سنه باش نولي كوارجي. باه كيفاش مشيت باري اف سي؟ كيفاش دخلت الجمعيه؟ باري اف سي هذيك جمعيتي تحت داري معناتها هذيك جمعيتي. كيفاش اول نهار مشيت عملت تيست كيفاش بالضبط؟ لا 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 انا عملت ليسونس من الاول من خمس سنين معناتها. مش نورمال تعمل تيست وباش لا 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 خمس سنين اي واحد يمشي يقبلوه. اي واحد يمشي يخلص ليسونس نتاعو يمشي يكمل خمس سنين وبعد. لا مش كيما في تونس، ما نعرفش في تونس كيفاش. في تونس خاطر يعملوا سيليكسيون يختاروا شكون اللي مايور معناها سينو اللي لا لا ريت في فرنسا عندك ال 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 ا وبي وسي ودي، يمشي يخلص ليسونس نتاعك اقوى واحد يلعب في الأ، فهمتي؟ برشا فلوس تخلص. لا لا تخلص حاجه قليله في العام، فهمتي؟ معناتها الكوره للناس الكل. صحيح الناس الكل. ومن بعد اللي يوصل يوصل. ومن بعد اقوى واحد يلعب في الأ، ومن بعد ريت ديما كي تطلع ومن بعد ما عادش فما ا بي سي دي، يولي عندك ا بي سي ومن بعد يولي عاب، فهمتني؟ فهمت. اما من الاول الكره الناس الكل. اي مش كيما في تونس. صحيح باش تمشي تشيخ. اي مشيت دخلت باري اف سي بعد. دخلت باري اف سي ومن الاول معناتها حتى كي كنت صغير كنت في الأ وكورنا دي تورنوا حتى لترونجي ولبرا. وبدات معناتها تظهر الحكايه في نقولوا في 14 سنه كورت كيما قلت لك في فرنسا فما شامبيونا باري اف سي كانت هي واحد من اقوى ايكيب في باريس معناتها في لي جون نحكي لك وكورت بالكدا وجاوني جمعيات من فرنسا من الاول قالوا لي يجي صح كونتراتو في سون دو فورماسيون غادي علاه مشيتش مثلا البي اس جي من الاول؟ لا خاطر بي اس جي باري اف سي تحت داري كيما قلت لك كيما تقول لك حتى اختي في الاداره غادي معناتها جمعيه نتاع دخلت بالاكتاف معناها لا 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 تي انا دخلتها بالاكتاف اي وحاسيلو جمعيه كيما قلت لك الجمعيه فاميليال نتاعنا معناتها من حومتي عندي 10 من واحد يكوروا غادي وفي لي جينيراسيون الكل معناتها من حومتي يكوروا غادي فهمتني ولا جمعيه نتاع الحومه وان بلوس جمعيه قويه معناتها جمعيه فورت في لي جون فهمتني به بعد غادي شافوك في تورنوا الانتر جاوك الانتر؟ لا الانتر جاوني شافوني خمسه ولا سته ماتشوات وكلموني قالوا لي يجي بصراحه عندك بوتنسيال يجي عمل تورنوا معنا في ايطاليا. مشيت غادي عمل تورنوا جمعه وقتها كلمونا زوز لاعبين من باري اف سي مشينا عملنا تورنوا غادي وصححت من بعد ديريكت غادي فهمتني. القرايه ما كانتش عندك بها علاقه؟ لا عندي علاقة وأما مركز في الكورة مركز على خاطر بديت على بكري فهمتني معناتها مشيت غادي الانتر معناتها 16 سنة 15 بينات 15 و 16 و 17 سنة ميم با معناتها 17 سنة بديت نترنى مع البروفيسيونيل وبصراحة معناتها حتى في إيطاليا واحد كنت في إيطاليا وبديت الكرة بروفيسيونيل نتاعي معناتها بديت نترنى معاهم وصحات كونتراتو بروفيسيونيل 17 عام تجيني عمرك من باري اف سي كيب هاوي في فرنسا تحب تذكر كيب معناتها ماهيش كيب كبيرة في فرنسا تدخل الفيستير نتاع الانتر معناها أحسن كيبات في العالم غالب كلها نجوم وقتها كانت الانتر أول نهار احكي لي على أول مرة دخلت فيها الفيستير تغزل لي ستار بحذاك لا شوف بصراحة كنا أنا كنت في سون دو فورماسيون بصراحة كنا انا وكنت في سنتر فورماسيون مع الصغار نكور مع مون 18 ans غادي ومن بعد شهرين ثلاثة شهور طلعت في الدوزيام ايكيب نتاع الانتر ومن بعد شهرين ثلاثة شهور وحدي معناتها انا جيت مع انا وواحد من فرنسا وقتها من باغي اف سي وطلعنا ديريكتومون مع بروفيسيونيل معناتها وقتها برشا جوارات معناتها بالوتيلي بونوتشي وانا طلعني ديريكت فهمتني معناتها وحدي من لي جون طلعني كلمني قال لي برا مع الاسبوار عملت ثلاثه اربع ماتشات مع الاسبوار وقت عملنا ماتش اميكال نفكر اول مره مشيت مع البروفيسيونيل بونوتشي كان معك وقتها في الانتر اي كان معايا في لي جون وكلمني واحد من الديريكتور دو سون دو فورماسيون وقتها اسمه باريزي خو باريزي نتاع ميلان خو
كلمني خلي اسمع، او تمشي تو تعمل ماتش اميكال مع بروفيسيونيل يسحقوا جوارات، ما مش كاملين يسحقوا جوارات، فهمتك. فهمتني؟ مشينا زوج جوارات من اللي جان، مشينا غادي معناتها ماتش في نيس وقتها، معناتها خلينا البيوس من ميلان، مشينا نلعب ماتش اميكال في نيس، ماتش اميكال ضد نيس وقتها اول مره، معناتها ديريكت. وريت كي كلمنا قال برا مع البروفيسيونيل في نيس معلم، فهمتني؟ اي تتفكرها اللحظه اللي دخلت فيها مع اول مره تلعب سينيور، تطلع سينيور، تدخل الفيستير، حاجه تتفكرها المومون هذاك؟ بيان سور تفكرها، معناتها كي قلت لك خذينا البيوس، اما كي تشوف معناتها الجوارات هذوما اخويا، واحد من اقوى جوارات من العالم، تقول عليه اخويا، تقول عليه واحد يبيع في الغله اخويا، فهمتني ولا؟ يجي ترونكيل، يجي يحكي معاك ترونكيل، شنو تسحق، يجي مش ما عنده فما حتى واحد لا يتكبر لا حد شيء، فهمتني ولا؟ هذاك مخلاني ريت شفت مش كعبد السلام اليونسي. عبد السلام هذيك مش يتكبر، حاسين ما فما حتى واحد يتكبر، حتى موراتي هو اللي هو رئيس رئيس الجمعيه ملياردير، نحكي لك باللغو، تحكي معاه عباره عباره واحد نورمال عادي، فهمتني؟ اللي هو ملياردير باللورو، فهمتني؟ به اول مقابله دخلت بلاصه لاعب كبير اللي هو فييري، معناها احكي لنا على السونساسيون بتاعك، ديما احنا نعرف الجانب الشعور حتى تذوكم السونساسيون. كما قلت لك ريت كي تبدا لداخل ما تصدق، مش ما تصدقش، تحسها كيما حاجه نورمال، لكن اخويا ماهيش حاجه نورمال، معناها 17 سنه 6 شهور التالي كنت في حومتي نكور في باغي اف سي، نلقى روحي نمشي للانتر، 6 شهور نمشي مع ليكيب دوزيام ايكيب تاع الانتر، 7 شهور ما با شهر ونص من بعد يكلمني امشي مع السينيور ترينا ونانا والعب، فهمتني؟ في من با 7 شهور تبدل حياتي، فهمتني؟ هذاك اللي صارت لي شويه مشكله في، ما نقولش في مخي، لكن ان جوير نورمالمون يتعدى بالليزيتاب ايتاب باغ ايتاب، حرقت ليزيتاب، حرقت ليزيتاب، مش حرقت ليزيتاب اكثر من حرقت ليزيتاب، فهمتني؟ عملت لك حاجه دوختك الحكايه هذيك، صحيت صحيت، معناتها واحد يخسر بروح وسل وصايي وخسرت برشا حاجات نتاع البروغريسيون نتاعي، فهمتني؟ كيما كوارجي نحكي الفورماسيون نتاعك ضيعت فيها شويه، مش ضيعت فيها، ريت كي تترنى مع جوارات هذوما تربح برشا حاجات لكن تخسر حاجات، فهمتني؟ خاطر الجوارات هذوما صايي معناتها التوب نتاعهم وانت صغير وما عندكش نفس الامكانيات كيفهم، لو كان قعدت وانت في الفريق الثاني خير، الفريق الثاني تمشي تسلف تمشي تلعب، وقتها كي كنت في الانتر فما برشا جمعيات قالوا لي يمشي في السيري بي في السيري ا، جمعيات صغار يمشي كور وري امكانياتك، ما حبيتش لا، ومن بعد لقيت جمعيه، اش حبيت نقول لك، عملت لازمك توخر دي با اون اغيير، ومن بعد توصل النيفو هذا لازم ما تلعبش تخسر كل شيء، فهمتني ولا؟ عندي انا جوار معناتها ما يلعبش، ما عندي انا ما ينجمش، فهمتني ولا؟ يجي كان بالماتشوات اللي تتقدم كان كي بتكور، كي ما تكورش ساي معناتها. مازلنا باش نحكيو على تجربه انتر ميلان وعدد المواضيع الاخرى، استناونا حتى الخمسه بتاع العشيه بتاع مع تيجيني بلاريد، فدوى في الاخبار بعد مواصلين.